السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. شؤون الحرمين تعلن عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية الرواق السعودي على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام. ضمن مبادرة طريق مكة، المملكة تستقبل 3 رحلات من حجاج ضيوف الرحمن قادمة من ماليزيا وبنغلاديش. رائدا الفضاء السعوديان ينطلقان اليوم إلى الفضاء في رحلة علمية لخدمة البشرية. وفي إنجاز غير مسبوق، منتخب المملكة للعلوم والهندسة يعود إلى الوطن بعد تحقيقه وصافة العالم في آيسف. أحييكم. أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية الرواق السعودي على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام. وأكدت الرئاسة أن الرواق السعودي الذي يتضمن مشروع توسعة المطاف خلف الرواق العباسي ويحيط به وبصحن الكعبة المشرفة. وبيّنت شؤون الحرمين أن الرواق السعودي يحيط بالرواق العباسي ليكون مكملا له مع تميزه بمساحة أوسع لم يشهدها المسجد الحرام من قبل، حيث يتكون من 4 أدوار تستوعب 187,000 مصل و107,000 طائف في الساعة. مساحته 210,000 متر مربع، يأخذ الحمد لله من الطاقة الاستيعابية 287,000 مصلي و107,000 طائف. توسعات عملاقة، المراد منها والهدف منها والمقصد التوسعة على المسلمين والمعتمرين والحجاج والطائفين. في موسم رمضان الماضي وموسم هذا الحج سنشهد إن شاء الله كثافات بشرية من الحجاج والمعتمرين. لإلقاء الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من المسجد الحرام مراسل أخبار السعودية الزميل أيمن أثبيتي. مرحبا بك أيمن، الصوت والصورة لديك، تفضل. نعم، شكرا لك، أحييك وأحيي كافة متابعي أخبار السعودية من هنا من الرحاب الطاهرة. و الجميع احتفى بهذه المناسبة وإطلاق اسم الرواق السعودي، وذلك بعد موافقة المقام السامي الكريم بإطلاق هذا المسمى على هذه المساحة الإجمالية الكبرى في المسجد الحرام. كما تعلمي، منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه من بعده أبنائه البررة، وحتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله، لقي الحرمين الشريفين كل الرعاية والاهتمام من حيث التوسعات المباركة والتي مكنت من خلالها أعداد كبيرة من جميع أقطار العالم للوصول. حق العزة لله، أشهد أن لا إله إلا الله. للوصول إذن سنعود إليك بعد إقامة الأذان أيمن أثبيتي بإذن الله تعالى بعد ضيفتنا الكريمة. مشاهدينا الكرام، أما الآن ننتقل وإياكم للحديث أكثر. ينضم معنا عبر الهاتف الدكتورة سماح سعيد بحويرث، أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك والاستشراق جامعة طيبة. مرحبا بك دكتورة. بداية، أهلا وسهلا بك دكتورة سماح. بداية إذا تكرمت، أعطينا النبذة عن الرواق السعودي ابتداء
من العباسي إلى الآن هذه التوسعة، لكي نوضح للمشاهد ويفهم المشاهد الكريم هذا التاريخ العظيم. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية شكري لقناة الإخبارية. نعم تفضل. هذه الاستضافة. طيب نتحدث عن الرواق اللي هو كان في العهد العباسي من أيام المهدي، المهدي العباسي عام 161-169 للهجرة، تقريبا تعتبر أكبر التوسعات اللي حصلت في العصور السابقة، تقريبا دفع فيه 5 ملايين درهم أو ريال يعتبر. كانت رواقة عظيم جدا حول المسجد، طبعا بدأت التوسعة هذه لازدياد عدد المصلين، ثم استمرت التوسعات، يعني ما نقول في توسعات لكن كان ترميم لبعض أجزاء المسجد الحرام على طول العصور الإسلامية. في العهد السعودي الزاهر تقريبا من يوم ما دخل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه عام 1343 للهجرة المولى مكة، شاهد ضيق الحرم وزاد عدد المصلين وافدين بيت الله الحرام. طبعا الزيادة هذه كانت بسبب أهم عمل قام به الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما دخل الحجاز، هو نشر الأمن والأمان في الحجاز، فبدأ عدد الحجاج يزيد جدا. فبدأت هنا فكر الملك عبد العزيز، طبعا لأنه كان أصلا متابع هذه عملية الحج، وكان الحج من أهم أولويات الملك عبد العزيز، كان متابع لعملية الحج، فشاهد عدد المصلين المتزايد وأشار إيش بعمل توسعة للمسجد الحرام، وكانت تعتبر من أكبر التوسعات هذه. طبعا بدأت الخطط في عهد الملك سعود ونفذ طبعا في عهد عهد الملك عبد العزيز، وتم التنفيذ في عهد الملك سعود رحمة الله عليه. طبعا تميزت هذه التوسعة أنه لأول مرة وجد بدروم، لأول مرة وجد دور أرضي، وجد دور أول وسطح في هذه التوسعة. أيضا استخدمت تصاميم رائعة للمسجد الحرام، مواد البناء استخدمت أفضل مواد البناء في عمارة المسجد الحرام، حتى خرجت عجوبة لنا عمارة المسجد الحرام، الأعمدة الرخامية، البلاط اللي بلطوا به الحرم، طبعا الأبواب كلها طبعا كانت من أفضل أنواع مواد البناء اللي استخدموها في المسجد الحرام. إذا كان تلاحظوا الآن إذا نمشي في المسجد الحرام في عز الحر ما نشغل أبدا بالحرارة هذه بسبب خاصية الرخام هذا اللي وضعينه في الحرم. أيضا زيدت عدد الأبواب بسبب الزيادة هذه، زيدت عدد الأبواب، جاء عندنا باب الملك عبد العزيز، باب العمرة أيضا وباب الفتح. زيدت هذه المساحة بسبب هذه التوسعة 160 ألف متر مربع. طبعا أحيطت هذه التوسعة السعودية أحيطت بالرواق المهدي اللي هي التوسعة العباسية، صارت عندنا التوسعة الأولى، التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية والتوسعة السعودية الثالثة. التوسعة السعودية الثانية أخذت الجهة الغربية من المسجد الحرام، والثالثة الجهة الشمالية. أشكرك جزيل الشكر دكتورة سماح على هذه التفاصيل وأيضا النبذة التي ذكرتي لنا. على كل حال نشكرك على كل ما قدمتيه لنا من معلومات وإيضاحات، شكرا جزيلا لك دكتورة. إذن مشاهدينا الكرام نعود إلى الزميل من المسجد الحرام مراسل أخبار السعودية الزميل أيمن أثبيتي. مرحبا بك من جديد ومرة أخرى أيمن. نعم أحييك من هنا من الرحاب الطاهرة، وبعد ما رفع أذان العصر من جنبات المسجد الحرام، وفي هذا اليوم المبارك والجميع يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج، والذي بدأت طلائعهم تصل إلى الحرمين الشريفين. كل هذا يأتي وهناك عمل كبير أيضا يقدم للحجاج وللمسلمين وإلى كل من يصل إلى هذه البقعة الطاهرة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وما توليه قيادة هذه البلاد للحرمين الشريفين من اهتمام يليق بقدسية هذين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، على ساكنه أفضل الصلاة وتم التسليم. كما تلاحظين زميلتي وعبر هذا المجسم أيضا نلاحظ يعني هذه المساحة الكبيرة التي أطلق
عليها الرواق السعودي وهو باللون الأخضر. إذا أيضا زميلنا المصور يعني كما تشاهدين هذه الكعبة الغراء وأيضا هذا باللون الأزرق هو الرواق العباسي وأيضا هذا الرواق السعودي الرواق السعودي باللون الأخضر وفي جنبات أيضا التوسعات السعودية المباركة التوسعة السعودية الأولى والثانية والثالثة. لذلك أكبر يعني ما أطلق عليه اليوم من مساحة إجمالية هو للرواق السعودي وكما تلاحظين أيضا هذا الرواق هو مطل على صحن المطاف وأيضا على الكعبة المشرفة. أيضا يستخدم الرواق السعودي في حال امتلاء صحن المطاف بعدد كبير من الطائفين يستخدم للطواف سواء بالدور الأرضي أو الأول أو الثاني أو الثالث يستخدم للطائفين. فبالتالي كل هذه الأعمال هي تأتي مواكبة للزيادات العددية التي تصل إلى المسجد الحرام سواء في موسم رمضان أو في موسم الحج وكما أعلن من قبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن مجلس ديس عن أن هناك أو هذا الرواق السعودي هو جاء بتوجيه كريم وموافقة كريمة من المقام السامي وهو أيضا يأتي لخدمة العمار والزوار وضيوف الرحمن. نعم. إذن ضعف مساحة المسجد الحرام هذا الرواق السعودي من 12 ألف إلى أكثر من مليون متر مربع. أشكرك جزيل الشكر على هذه الخارطة التي أوضحت لنا وأيضا للمشاهد الكريم الزميل أيمن أثبيتي. وخلاصة القول يحيط الرواق السعودي بالرواق العباسي ليكون مكملا له أيضا يكون من مفاخر الدولة السعودية والمملكة العربية السعودية. لك منا جزيل الشكر على هذه المشاركة أيمن، شكرا لك. سخرت شؤون الحرمين ممثلة في وكالة الشؤون النسائية إمكانياتها وطاقاتها كافة طيلة أيام الأسبوع لخدمة زائرات المسجد الحرام وإرشادهم والإجابة عن استفساراتهم ونشر الإصدارات الخاصة بالإفتاء كالكتب والمنشورات الإلكترونية وغيرها من الأعمال الجليلة التي تقدمها الرئاسة لراحة وطمأنينة قاصدي الحرمين الشريفين. استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة صباح اليوم أولى طلائع الحجاج لموسم حج هذا العام، حيث حطت في المطار طائرتين تحملان 567 حاجا ماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة التي تهدف إلى إنهاء وتسهيل إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة. أنهت وزارة الصحة بالمدينة المنورة كافة استعداداتها لتقديم الخدمات الصحية لزوار مسجد رسول الله قبل وبعد موسم حج هذا العام عبر 18 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا بأكثر من 21 ألف موظف. كما أنهى تجمع المدينة المنورة الصحي كافة الترتيبات لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للحجاج والزوار منذ دخولهم المملكة في المنافذ ومقرات السكن وساحات المسجد النبوي الشريف. وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى العاصمة الرياض بعد تحقيق 27 جائزة خلال مشاركته في معرض آيسف الدولي الذي أقيم في مدينة دالاس الأمريكية محققا بذلك وصافة العالم بعد حصوله على 23 جائزة كبرى وأربع جوائز خاصة في إنجاز غير مسبوق. وشهد المعرض الذي يعد أكبر مسابقة علمية في البحث والابتكار مشاركة أكثر من 1800 موهوب يمثلون 70 دولة.
كما وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة طائرة حجاج بنغلاديشية، وذلك ضمن مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية وضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة. هذا فيما شاركت أكثر من 27 جهة حكومية وأمنية في استقبال حجاج بنغلاديشيين. أوضح متحدث الداخلية العقيد طلال الشلهوب أن مبادرة طريق مكة تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج من خلال إنهاء إجراءات من بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة. اليوم نستقبل أول رحلات الحجاج البنغلاديشيين قادمة من دكة من ضمن طلائع الحجاج. اسمح لي بس أعرف المشاهدين بالمبادرة، مبادرة طريق مكة. مبادرة مكة تعنى بإنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام في دول معينة في مطاراتهم، يعتبرون داخل المملكة هم في مطاراتهم، بفريق سعودي ممثل من المديرية العامة للجوازات والجهات الشريكة، بعد أتممت إجراءات الحصول على التأشيرة من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج، كذلك أتممت الإشارات الصحية من قبل وزارة الصحة، وبالتكامل والشراكة مع مركز المعلومات الوطني وسدايا الهيئة الوطنية سدايا. بعد ذلك لدينا الجمارك يتم إنهاء إجراءاتهم من قبل فريق سعودي مديرية العامة للجوازات في دولهم، واستقبالهم في هذه الصالة المخصصة في مطار الأمير في جدة، كذلك في المدينة، ومباشر انتقال من الصالة المخصصة إلى دور الإيواء. ولا ننسى ترميز الأمتعة، دور وزارة الحج في ترميز الأمتعة في دولهم واستلامها في دور الإيواء مباشرة. وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى العاصمة الرياض بعد تحقيق 27 جائزة خلال مشاركته في معرض آيسف الدولي الذي أقيم في مدينة دالاس الأمريكية، محققا بذلك وصفة العالم بعد حصوله على 23 جائزة كبرى وأربع جوائز خاصة في إنجاز غير مسبوق. شهد المعرض الذي يعد أكبر مسابقة علمية في البحث والابتكار مشاركة أكثر من 1800 موهوب يمثلون 70 دولة. وللحديث أكثر ينضم معنا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض الزميل عبد الرحمن الموسى. مرحبا بك عبد الرحمن، الصوت والصورة لديك، تفضل. نعم منى، طاب مساءك ومساء كل المشاهدين لأخبار السعودية في كل مكان. نحن نتواجد الآن في مطار الملك خالد الدولي حيث نشهد هذا العرس الحقيقة العلمي والعرس العالمي حقيقة لمملكتنا المملكة العربية السعودية في هذا الإنجاز العلمي الذي حققه أبناؤنا في الولايات المتحدة الأمريكية بحصد 27 جائزة، 23 جائزة كانت من الجوائز الكبرى وأربعة جوائز من الجوائز الخاصة. الحقيقة منى مشاعر عظيمة هنا نشهدها في مطار الملك خالد الدولي، وحينما وصل هؤلاء الأبناء أبناؤنا من الولايات المتحدة الأمريكية كان في استقبالهم الحقيقة العدد من المسؤولين من رجال الدولة الذين حقيقة كانوا في دائما على تدريب وتعليم لأبنائنا من مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع ورجاله، وأيضا وزارة التعليم الحقيقة الذين كانوا دائما في استمرار لمتابعة لأبنائنا الطلاب حتى حصدوا هذه الجوائز. الحقيقة في هذه المسابقة الدولية التي تنافس فيها 1800 موهوب وموهوبة من 70 دولة حول العالم، أثبت أبناؤنا الطلبة والطالبات بهذه المسابقة بالقوة العلمية حيث حصلوا في المرك في الجائزة والمركز الأول طالبان حققوا هذه الجائزة الكبرى، وأما في المركز الثاني والثالث والرابع هناك 7 طلاب حصدوا أيضا 7 جوائز.
خلال هذه المسابقة الدولية الكبرى. أدع لكم الصورة تتحدث زميلتي منى، لنظهر هذه الحشود وهذه الجموع التي قدمت إلى هنا في مطار الملك خالد الدولي للفرحة والتعبير عن فرحتهم بوصول أبنائهم من الولايات المتحدة بعد إجراء وعمل أيضا هذه المسابقة الحقيقة التي أثبتت المملكة العربية السعودية وجعلت لها رقما صعبا بين مثيلاتها في الدول المتقدمة دول العالم. الحقيقة حينما حقق المنتخب السعودي هذه الجوائز الكبرى وفاقت وتعادت أيضا على المسابقات أو المتسابقين من دول العالم، الحقيقة كانت هناك يعني ولله الحمد جهود تبذل من قبل المسؤولين، من قبل الأساتذة، من قبل المعلمين في وزارة التعليم وفي مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، الذين حقيقة بذلوا الغالي والنفيس في تحقيق هذه الجوائز حتى وصل. لم يكن هذا الإبداع وهذا النجاح ولد لحظة، بل كان هناك حقيقة مسيرة علمية حافلة بالدورات الإبداعية أيضا. نعم زميلتي منى، حتى أن العديد من أتوا لتدريبهم من المدربين المختصين في هذه المواهب الإبداعية وأيضا تحقيق المراكز الأولى في الابتكار والهندسة. نعم، إذن الزميل عبد الرحمن الموسى، الكل فخور ونحن فخورين والعالم كله والمملكة العربية السعودية فخورة بهذا النجاح وتحقيقهم هذه الجوائز العظيمة. نتمنى لهم التوفيق وأيضا نتمنى للجميع التوفيق. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. ينطلق اليوم رائد الفضاء السعوديان ريان برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة علمية. وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ضمن طاقم المهمة العلمية. قبل التوجه للفضاء تتضمن الرحلة إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، تسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض. كما تعزز نتائج الأبحاث مكانة المملكة عالميا في مجال استكشاف الفضاء وخدمة البشرية. يسجلان التاريخ، أول رائدة فضاء سعودية ريان برناوي ورائد الفضاء علي القرني يلتحقان بطاقم مهمة AX2 الفضائية للإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في مصلحة خدمة البشرية في مجالات عدة والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً. بكلمات تحفيزية وعبارات تشجيعية استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رواد الفضاء قبل انطلاق المهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية. ريانة وعلي سفراء وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية بمهمة تحمل أهدافاً سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وفتح آفاق جديدة من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة والتقنية، حزمة متكاملة من الجهود لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، بما يعزز من مكانة المملكة في السباق العالمي نحو الفضاء واستكشافه والاستثمار فيه. الفضاء أحد القطاعات الواعدة ويحظى بدعم متواصل من ولي العهد من خلال تمكين أبناء الوطن وتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال المقبلة للمشاركة في برامج الفضاء وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذا وأكد شقيق رائد الفضاء علي القرني أن معنويات شقيقه مرتفعة داعيا للفريق السعودي التوفيق والنجاح في مهمتهم.
صراحة مشاعرنا يعني مليئة بالفخر والإنجاز أولا لهذا الوطن، وثانيا لنا نحن كعائلته والأقرباء منه، فخورين جدا ومتمنين لهم التوفيق وعودتهم سالمين بإذن الله. متى آخر مرة تواصلت مع علي؟ كان اليوم الظهر تقريبا، معنويته كانت جدا جدا مرتفعة اللهم لك الحمد، وإحنا ارتفعت معنويتنا بشوفته قبل الانطلاق إلى الفضاء. عندما تم اختيار علي وأصبح رائد سيكون من ضمن هذه المهمة، كيف كانت المشاعر في وسط العائلة؟ صراحة كانت يعني مشاعر، كنا مبتهجين جدا بهذا الخبر، زي ما ذكرت سابقا أول شيء الفخر للدولة، وثانيا نحن لنا كعائلته يعني لتحقيق حاجات كثيرة إن شاء الله. والله شعور فخر وحماس، الحمد لله كلنا مبسوطين ومتحمسين، إن شاء الله تروح وترجع لنا بالسلامة يا رب. عندما تم اختيار ريانا كيف كان المشاعر في وسط العائلة؟ في البداية كان ودائما كان الحماس موجود، كنا دائما مبسوطين بريانا وعارفين انه لما صار اختيار على ريانا كنا نحسين انه هي تستاهل هذا كله يعني ما شاء الله عليها. كيف كان مشاعرك لما اختاروا ريانا؟ في البدايه كان في رهبه تساؤلات، ما احنا فاهمين هي حتطلع فين، الفضاء القمر، بس الحمد لله يعني الحماس غالب طبعا على شعور التوتر والخوف والرهبه. ريانا قد المسؤوليه طبعا حتشرف الجميع ان شاء الله. ان شاء الله الوطن كله ان شاء الله والعالم ان شاء الله. شكرا لك، الله يعطيك العافيه يا رب. واشار الدكتور ماجد الفياض الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ان هذه الرحله سوف تغير المفاهيم وسوف تساعد البشريه في التقدم العلمي. تجارب علمية لها الأثر الكبير إن شاء الله، التي ستغير بعض المفاهيم وبعض الحقائق التي ستساعد البشرية إن شاء الله في التقدم العلمي. لذلك أنا فخور جدا كمواطن سعودي وكمستشفى الملك فيصل التخصصي أن احنا نساهم في هذا الحدث العالمي، في هذا الحدث المهم، في هذا الحدث اللي يعنى به شعب كامل، بل وليس شعب كامل ولكن جميع العرب والمسلمين، أن يكون لدينا أول رائدة فضائية عربية مسلمة تكون من المملكة العربية السعودية تصعد الفضاء بمعية زميلها علي القرني لهذا الحدث. لذلك أنا سعيد وفخور أيضا. أكد الدكتور خالد أبو خبر رئيس قسم أبحاث الجزيئيات الحيوية الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي أن للمستشفى دور كبير في هذه الرحلة العلمية. مستشفى الملك فيصل التخصصي مركز الأبحاث لنا دور كبير، لأنه إحنا أحد المشاريع المهمة في هذه الرحلة العلمية، والتي تختص بدراسة الاستجابة الالتهابية للخلايا المناعية وطريقة عمل عمليات الالتهاب على مستوى جزيئي، وخصوصا في الحمض الرب النووي المراسل، التغييرات اللي حاصلة عليه سوف ندرسها بعوامل الوقت، وأيضا كاستجابة للعلاجات الدوائية المحتملة، ولها تطبيقات كبيرة في العلم وفي الطب. واحنا نتوقع ان حتكون بيانات كثيره، قد تكون بالملايين في الحقيقه، سوف نستخلص كثير منها في، وسوف نعرف عن مدى هذه التغيرات وكيف يمكن الاستفاده فيها، سواء في تحقيق علاجات، قد تكون علاجات جديده، قد تكون طريقه طرق علاجية وتشخيصية أيضا، وطبعا بالمقارنة مع الأرض. وأشارت الدكتورة وجدان الأحمدي عالم أبحاث مشارك في مستشفى الملك فيصل التخصصي أن مركز الأبحاث يقوم بتجارب عن طريق المحاكاة للوصول إلى فهم أكثر للصحة في الفضاء ومقارنتها بالتغيرات في الأرض.
تجارب التي تعني بالوصول لفهم أكثر للصحة في الفضاء عن طريق محاكاة الاستجابة المناعية للعلاجات في حالة الالتهاب ودراسة التغييرات المعنية التغييرات في التعبيرات الجينية على مستوى الحمض النووي الريبوزي الرسول التي تحدث في هذه الحالات قبل وبعد العلاج ومقارنتها بالتغييرات التي تحدث على الأرض. في تقديم أحدى التجارب التي تعنى بالوصول لفهم أكثر للصحة في الفضاء عن طريق محاكاة الاستجابة المناعية للعلاجات في حالة الالتهابات ودراسة التغييرات في التعبيرات الجينية على مستوى الحمض النووي الريبوزي الرسول التي تحدث في هذه الحالات قبل وبعد العلاج ومقارنتها بالتغييرات التي تحدث على الأرض. انطلق اليوم فعاليات مؤتمر الإعلام الوطني بعنوان مراجعة المفهوم والمسؤوليات وتمكين الشباب الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة متحدثين من داخل المملكة وخارجها في العديد من المجالات والجهات والمعنيين بقطاع الإعلام، بالإضافة إلى نخبة من المؤثرين في صناعة الأفلام والسينما والتواصل الاجتماعي. مستمرون معكم في هذه النشرة وفي بعد الفاصل. اليوم وزارة التعليم تفتح التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور. ننتقل بكم إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة حيث وصلت الطائرة تقل عدد من الحجاج القادمين من الهند لإلقاء الضوء. تلتحق بنا من المطار هناك مراسلة أخبار السعودية الزميلة فدوى مطبقاني. مرحبا بك فدوى، تفضلي. نعم منى، يسعد مسائك بكل خير، ولكن لعلي أبدأ معك بداية بسؤالك، هل صوتي واضح مع هذه الإيقاعات والأهازيج العالية التي تصدح في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز؟ واضح واضح تماما، تفضلي فدوى، الصوت والصورة لديك. نعم منى، لعلي أبدأ معك بهذه الصورة الحية التي نشهدها الآن في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز من قبل أبناء المدينة المنورة لاستقبال أحد الرحلات القادمة من الخارج وتحديدا رحلة الهند للخطوط الجوية السعودية والتي تحمل على متنها ما يقارب أو تحديدا 298 حاج. سبقتها أيضا منى كذلك أحد رحلات الخطوط الجوية وتحمل على متنها 326 حاج قادمة أيضا من الهند. هذه الأصوات وهذه الأهازيج التي تسمعيها منى هو ترحيبا بوصول الحجاج، وأنت تعلمين بالتأكيد أن أغلب القطاعات ذوات الاختصاص تعي تماما بالانطباع الأول الذي يبقى في أذهان الحجاج. صحيح. لذلك تم استقبالهم بالورد المديني، تم استقبالهم بالأهازيج وأيضا الهدايا التذكارية التي تقدم لهم. طبعا منى أيضا المسارات الجوية تختلف، منها مسارات جوية مجدولة على الخطوط الجوية وأيضا مسارات تحظى بخدمات مبادرة طريق مكة، حيث يتم مكوثهم هنا في المطار بمدة لا تتجاوز 10 دقائق ثم يتم نقلهم مباشرة إلى الحافلات. منذ وصولنا حقيقة منى لا أخفي عليك كافة القطاعات مستعدة، رصدنا في الخارج سيارات الإسعاف من قبل وزارة الصحة، رصدنا أيضا قطاع النقل بتوفير كافة الحافلات لاستقبال الحجاج، أيضا الخطوط السعودية أعلنت كذلك عن توفير أكثر من 1,200,000 مقعد لنقل الحجاج من 114 وجهة مختلفة، واستقبالهم أيضا من خلال 6 محطات منها المدينة المنورة، ينبع، جدة، الطائف وكذلك الرياض والدمام. هذه الصورة التي تريها هي للحجاج القادمين من الهند منى. كذلك أعلنت كافة القطاعات على رأسها وزارة الحج والعمرة، الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، القطاع الصحي عن استعدادهم لتنفيذ كافة الخطط التنفيذية على أرض الميدان. يعني منى من موسم العمرة إلى موسم الحج بالتأكيد سنشهد خطط مطورة والاستفادة أيضا من الخبرات السابقة، خاصة بعد ما نوه وزير الحج عن ارتفاع أعداد الحجاج عما كانت عليه في السابق قبل أزمة كورونا. كذلك منى نتحدث اليوم أيضا عن الخطط التوجيهية والإرشادية لتحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن بجودة عالية وإثراء تجربتهم من خلال حسن الوفادة لهم كقاصدين حتى وصولا إلى
إلى أداء فريضة الحج. طبعا هنا الرحلات ستستمر إلى نهاية هذا اليوم، وسيكون عدد الرحلات لهذا اليوم أكثر من 22 رحلة قادمة من خارج البلاد لضيوف الرحمن، ومن المتوقع بالتأكيد أن الرحلات ستزداد بمشيئة الله تعالى خلال الأيام القادمة. يعني هذه هي الصورة العامة التي نشهدها الآن، وتحديدا في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وهو يعد المطار الأول من ضمن مطارات المملكة الذي حظي باستقبال أولى الرحلات، وهو يعد باكورة الرحلات الجوية لخدمة ضيوف الرحمن. ولعلي أختم معك يا منى بهذه الصورة ثم أعود إليك بالصوت والكلمة. لك منا جزيل الشكر، لك منا جزيل الشكر فدوى مطبقاني على هذه النبذة. وأيضا نحن نمتن لك بهذه الأهازيج التي أضفت لنا نوعا من البهجة نحن وأيضا المشاهد الكريم. شكرا جزيلا لك فدوى على هذه التغطية المميزة، وأيضا ندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر جميع التياسير، وأيضا تكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا جميع الحجاج القادمين من جميع الدول. شكرا جزيلا لك. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم رئيس وفد الحكومة الصينية نائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني ببكين عمدة بكين معالي الدكتور يان يونغ والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا. ورحب سموه بعمدة بكين والوفد المرافق متمنيا لهم طيب الإقامة في المملكة، كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية. كما التقى سمو أمير منطقة الرياض بمدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مطلق الشراري، واطلع سموه على عرض عن مشروعات النقل بالمنطقة وسير العمل فيها وأبرز منجزاتها متمنيا لهم التوفيق والنجاح. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد ابن سلطان ابن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، اختتم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية منافسات رالي تبوك لنيوم في نسخته الأولى، والتي تمثل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية التي ينظمها الاتحاد. وقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد ابن سلطان ابن عبد الله ابن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس شركة رياضة المحركات السعودية بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى من كل فئة من مسارات السباق والمشاركين فيه والقطاعات الحكومية المشاركة في الفعاليات. يعني المملكة أصبحت رائدة في مجالات مختلفة، واليوم حنا يعني بنتكلم تحديدا عن الرياضة يعني كمان بتفاصيل أدق في مجال سباقات السيارات والدراجات النارية. المملكة العربية السعودية أصبحت واجهة لاستضافة وتنظيم أفضل وأقوى سباقات السيارات بشكل عام، سواء كانت راليات أو سباقات حلبات. رعى صاحب السمو الأمير جلوي ابن عبد العزيز ابن مساعد أمير منطقة نجران حفل تخريج الدفعة 16 من طلبة جامعة نجران، والبالغ عددهم 5642 طالبا وطالبة في مختلف التخصصات للعام 44 للهجرة، وذلك على مسرح الجامعة الرئيس. وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مشروع بوابات بريدة التاريخية بأنه مشروع وطني وتاريخي لإعادة بناء بوابات المدينة
ومعالمها المعمارية والتراثية. جاء ذلك بعد أن وضع سموه حجر الأساس لمشروع بوابات بريدة التاريخية في وسط مدينة بريدة، والهادف إلى التعريف بالقيمة الثقافية والثروة الحضارية لمدينة بريدة قديما عبر توثيق صور ومعلومات لأبوابها وأسوارها ومعالمها الأثرية، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل رئيس لجنة معالم بريدة التاريخية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه في الإمارة معالي مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر. وخلال اللقاء اطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على ملامح خطة الخطوط السعودية واستعداداتها لموسم الحج 44 للهجرة، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات عبر خدمات النقل الجوي المخصصة لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة، بالإضافة إلى خدمات السعودية المقدمة للمستفيدين القادمين لأداء الفريضة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي البوابة الجوية الثانية للحرمين الشريفين. وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية توفير الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن بالتعاون مع كافة القطاعات المرتبطة بأعمال موسم الحج، وذلك ابتداء من هذه التسهيلات. دشنا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مبادرة لا تجرب، والتي تنفذها جامعة الجوف بهدف توعية الشباب بأضرار المخدرات وخطورتها، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سعد الشهراني. واستمع سموه لنبذة عن أهداف المبادرة التي تركز على تكوين وعي صحي وعلمي عن أضرار المخدرات، إضافة إلى التعريف بطرق العلاج وأهمية الاحتواء المبكر للمدمنين. زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، حيث كان في استقبال سموه قائد الأكاديمية اللواء البحري ناجي الجهني وعدد من الضباط. وشهد سموه خلال الزيارة عرضا مرئيا عن الأكاديمية وما تقدمه من أعمال ومهام في مجال التدريب والبحث العلمي وبرامج خدمة المجتمع. باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال الماضي، حيث تم تنفيذ أكثر من 2580 جولة رقابية في وزارات وهيئات حكومية عدة، والتحقيق مع 211 شخصا وإيقاف 84 منهم في جرائم رشوة وتزوير وفساد واستغلال للنفوذ الوظيفي. استمرارا للحملة الأمنية في الحرب على المخدرات بالمملكة، حيث قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لتهريبه نبات الجات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سرات عبيدة. وفي المنطقة الشرقية القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر. بدأت وزارة التعليم اليوم استقبال طلبات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال على نظام نور. وكشفت الوزارة عن تقسيم التسجيل إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة عددا من المناطق والإدارات التعليمية، وأضافت أن التسجيل خلال هذه المرحلة سيكون على ثلاثة مستويات للطفل الذي أكمل 3 سنوات ولم يتجاوز 6 سنوات بحسب تاريخ الميلاد. أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع جامعة الملك سعود برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للإرشاد المهني. يعد البرنامج الأول من نوعه في المملكة،
فيما يتعلق بالإرشاد المهني، حيث يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي والمهني وتعزيز جانب المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال. كما يسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية. لليوم الثاني والأخير يواصل ملتقى التوظيف الموحد للكلية التقنية أعماله بالدمام بمشاركة 40 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة بهدف التعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل والجلسات إرشادية لتهيئة الخريجين لسوق العمل. تنطلق غدا الاثنين فعاليات معرض الرياض الدولي للسياحة والسفر في دورته 13 الذي يقام في مركز معارض الرياض الدولي، يستمر حتى 24 من مايو بمشاركة 30 دولة بالإضافة إلى شركات السفر والسياحة والطيران والفنادق والنقل البحري. يعد المعرض أكبر معرض للسفر والسياحة في المملكة وأهم حدث سياحي متخصص يجمع بين العروض السياحية الداخلية والخارجية. تطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية اليوم مشروع اللقاءات الريادية لرواد الأعمال والمهتمين بالقطاع التجاري والمشاريع في السوق التاريخي بمدينة لينة. يهدف هذا المشروع إلى تقديم أدوات الدعم للأفراد وتمكين من إقامة مشاريعهم الخاصة وتقديم الاستشارات والجلسات الإرشادية، إضافة لعرض جميع برامج الدعم المقدمة لتنمية المنطقة. مستمرون معكم في هذه النشرة وفي بعد الفاصل مشاركة أكثر من 300 دار نشر، استمرار لفعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب في دورته الثانية. أحييكم من جديد. جناح نيوم في واحة الإعلام يستعرض مشاريعه التنموية والاقتصادية في المملكة، يشهد إقبالا كبيرا من الإعلاميين المحليين والدوليين العرب. انطلاقا من دور المملكة الريادي في الجانب التنموي والاقتصادي، بدأ العمل في واحة الإعلام على استعراض المشاريع التنموية الرائدة. نيوم جناح يستعرض مشاريع ذا لاين، ترجينا، سندالا وأوكسجين. ذا
ذا لاين مشروع سعودي لسلسلة مجتمعات إدراكية مترابطة معززة بالذكاء الاصطناعي وخالية من الانبعاثات الكربونية. ترجينا وجهة سياحية تمثل جبال نيوم المرتكزة على الأنشطة الجبلية. أوكسجين مشروع يمثل المنطقة الصناعية القائمة على الطاقة النظيفة. المملكة من خلال واحة الإعلام تبرز اليوم أهم مشاريعها الاقتصادية والتنموية والتي ستشكل مفهوما فارقا في المشاريع المستقبلية ذات الأفكار الخلاقة. تتواصل فعاليات الدورة الثانية من معرض المدينة المنورة للكتاب الذي يستمر حتى 27 من مايو الجاري بمشاركة أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية ودولية. يشهد هذا المعرض في دورته الثانية برنامج ثقافي ثري على مدار 10 أيام وجلسات حوارية وأمسيات شعرية ومسرحيات وورش عمل إلى جانب منطقة للطفل ومنصات لتوقيع الكتب بما يسهم في إثراء التجربة الثقافية في مختلف المجالات الأدبية والمعرفية والعلمية. يعد معرض الكتاب مقياساً مهماً لدور النشر وتوزيع الكتاب، إذ أن إقامة المعارض تحفظ للكتاب قيمته وأهميته ودوره البارز في تطور الإنسان وتعلمه. ومن هذا المنطلق أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة فعاليات الدورة الثانية من معرض المدينة المنورة للكتاب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية ودولية. فعملنا في هذه النسخة على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض من ناحية عدد دور النشر بالإضافة إلى المساحات المعرض تضم أكثر من 300 دار نشر بالإضافة إلى الفعاليات مثل التي تقام في المسرح الرئيس والمسرح رقم 2 من ورش عمل جلسات حوارية وأمسيات شعرية. يشهد معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب برنامجاً ثقافياً وجلسات حوارية وأمسيات شعرية ومسرحيات وورش عمل إلى جانب منطقة للأطفال ومنصات لتوقيع الكتب. هو هذا الشيء أكيد في صالح القارئ لأنه راح يتعرف على دور نشر جديدة ومؤلفات جديدة من الدول العربية وأيضا من دور النشر المحلية. فشايفة في إقبال على مختلف الكتب ومختلف العناوين، ما فيش حاجة معينة، فطبعا ده إثراء ثقافي على مستوى المواطن العربي يعني رائع. معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب يترجم رؤية المملكة 2030 لتعزيز ونشر ثقافة الكتاب والتأليف من خلال تنمية حب القراءة وشغف الوصول للمعرفة ونشرها لدى أفراد المجتمع. للقناة الإخبارية محمد الشهري، المدينة المنورة. تجاوز مجموع تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني 20 مليون، فيما تخطى عدد المتبرعين 118,000 متبرع في منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات الممنهجة تعد تعديا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحمل الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات. من جهة ثانية أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت المنظمة ذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
أعلنت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية عن توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة. هذا ورحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الاتفاق ابتداء من يوم غد الاثنين، معربة عن تطلعها أن يشكل الاتفاق خطوة تمهد الطريق نحو إنهاء النزاع المسلح. كما ثمن البرلمان العربي جهود المملكة الدؤوبة لحلحلة الأزمة السودانية وتهيئة الأجواء من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة يعيد الأمن والهدوء والاستقرار إلى السودان. فيما أعرب مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبه باتفاقية هدنة وقف إطلاق النار في السودان، معتبره خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة والمطالبة بضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار. باشرت آلية الدفاع المدني بمحافظة جدة حريقا اندلع في عدد من المحال التجارية في سوق الصواريخ بالمحافظة، وهو الحريق الثاني خلال أسبوعين. وقد أعلن الدفاع المدني عن إخماد الحريق دون إصابات، فيما لا تزال أعمال التبريد مستمرة. توقع المركز الوطني للإرصاد بأن تكون الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة، فيما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة الأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف الحدود الشمالية. تذكير بأهم العناوين. شؤون الحرمين تعلن عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية الرواق السعودي على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام. ضمن مبادرة طريق مكة، المملكة تستقبل 3 رحلات من حجاج ضيوف الرحمن قادمة من ماليزيا وبنغلاديش. رائدا الفضاء السعوديان ينطلقان اليوم إلى الفضاء في رحلة علمية لخدمة البشرية. في إنجاز غير مسبوق، منتخب المملكة للعلوم والهندسة يعود إلى الوطن بعد تحقيقه وصافة العالم في آيسف. وصلنا إلى الختام، تحية طيبة، السلام عليكم. We'll be right back.